استمرارا لدورها في تحقيق الرخاء للمواطنين، تنظم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام الثاني على التوالي معرض التوظيف في القطاع التعليمي. ويستقطب المعرض آلاف المواطنين الباحثين عن العمل في المجالات التعليمية، بالإضافة إلى الباحثين عن الوظائف الإدارية والفنية في مختلف قطاعات التعليم. أكثر من 320 فرصة عمل يوفرها معرض التوظيف في القطاع التعليمي، والذي تنظمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام الثاني على التوالي، إذ تشارك في المعرض نحو 36 مؤسسة تعليمية تعرض فرص عمل متنوعة في الوظائف التعليمية والإدارية والفنية. طبيعة مشاركتنا احنا نوفر شواغر بالنسبة للتوظيف للبحرينيين. هلا هاي المعارض مهمة كثير بالنسبة لوزارة العمل، لأنه في بالقطاع الخاص يفتحوا مراكز كثير، مدارس كثيرة، وإحنا نحتاج شواغر. ممكن الباحث عن العمل ما يعرف وين هاي المراكز أو المدارس، فمثل هيك معارض إحنا نوفر هاي الشواغر. هذه ثاني مشاركة لنا في مدارس الفلاح في هذا المعرض. تم الاشتراك في المعرض الأول، وتم توظيف أيضا 10 بحرينيين، وتم تدريبهم وفق برنامج تمكين ووزارة العمل، وإن شاء الله سنستمر بالاشتراك مثل هذه المعارض. ويستهدف معرض التوظيف في القطاع التعليمي الباحثين عن العمل من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم والثانوية العامة، كما تعرض وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في ذات السياق مختلف الشواغر المتاحة ضمن بنك الشواغر في الوزارة. طبعا كانت فرصة يعني كبيرة جدا لما سمعنا عن الإعلان في وسائل الإعلام من الأهل طبعا في الواتساب، وجيت طبعا اسجل حق بنتي، وطبعا لقيت يعني الكثير من المدارس هنا او يعني الاقسام وايد يعني تعاونت ويانا، يعني حتى في بعض الاقسام قالوا لنا حتى لو مثلا ما عندكم مؤهلات تعالوا احنا ندربكم مش هتحصلوا ان شاء الله شغل يعني، فكان وايد حلو يعني. الصراحه خبرني والدي انه في هذا المعرض مجموعه من المدارس والجامعات تطلب تفتح مجال للعماله البحرينيه وغير البحرينيه، وبالطبع يفضل تكون بحرينيه لخدمة هذا الوطن، وحتى يثبت الإنسان انتماءه الصحيح لهذا البلد. تعد هذه المعارض المتخصصة استثمارا موجها للباحثين عن العمل، وذلك للتعرف على الشواغر الوظيفية واختيار ما يناسب مؤهلاتهم، إضافة إلى خدمة أصحاب العمل من خلال استعراض قدرات وخبرات الراغبين في العمل، فضلا عن المساهمة في خدمة الأهداف الوطنية في جعل المواطن البحريني الخيار الأول في التوظيف بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص. أمل المرزوق لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.